وعن آخر أخبار منتخبنا الوطني العراقي وبخصوص التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا، حيث الأخبار متداولة بشكل كبير وعاجل بأن سوف يتم تأجيل تصفيات كأس العالم من الشهر الثالث إلى الشهر السادس وإقامة الجولات الأربعة المتبقية بنظام التجمع. بصراحة إذا صار نظام التجمع حيكون صالح العراق، لأن عندنا مبارتين خارج أرضنا ضد هونغ كونغ وضد إيران، ونقل إلى أرض محايدة أفضل بهماي من ملاعب إيران وهونغ كونغ. تبقى مباراة واحدة كمبوديا، وكمبوديا خسرناهم على أرضهم بأربعة، يعني نقدر نغلبهم بأرض محايدة. مدرب منتخبنا الوطني أسي ستريتشكو كتانيتش يطالب بقوة إقامة مباراة ودية لمنتخبنا الوطني في البصرة ضمن أيام الفيفا داي خلال الشهر المقبل، وفي حال تم تأجيل مباراة التصفيات إلى شهر حزيران المقبل. العمل يجريان على مخاطبة عدد من الاتحادات لتأمين المباراة. أنتم برأيكم كجماهير رياضية محبة للمنتخب الوطني، أي منتخب تتمنوا يلعب وياه ويجي يلعب بالبصرة؟ نوع عن الأخبار المتداولة في الصحف الإيرانية حول رغبة لاعبنا المحترف بشار إزن بالاعتزال مع نادي بيرسيبوليس وأمام 100,000 متفرج على ملعب أزادي. هذا الخبر هو عار عن الصحة، ويؤكد بشار إزن أن بيته الأول والأخير هو نادي القوة الجوية، وأنه سوف يعتزل في هذا النادي الذي له الفضل في ظهوره على الساحة. ويذكر أن الصحف الإيرانية قد نشرت هذا الخبر ونسبته إلى بشار إزن. في الدوري الكرواتي، نادي غورتيزا الذي ينشط فيه لاعبنا المحترف جلوان حمد، النادي يحقق الفوز الثاني على التوالي ويواصل الحفاظ على مركزه الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي في الجولة 21 الدوري الكرواتي. ويذكر أن جلوان حمد قد شارك أساسيا طيلة وقت المباراة. بالتوفيق يا جلوان. وفي الدوري التركي، حيث نادي غازي عنتاب الذي يلعب له لاعبنا المحترف أسامة رشيد يخسر أمام نادي طرابزونسبور بمباراة اشترك فيها لاعب الوسط العراقي أساسيا خلال الشوط الأول. وفي الدوري البرتغالي، حيث نادي جلفزنتي الذي ينشط فيه لاعبنا المحترف علاء عباس يسعى العودة لسكة الانتصارات عند مواجه نادي بورتيمونسي عند الساعة 6 مساء هذا اليوم. وبعد الإصابة التي حلت بلاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة الدولي محمد مزهر، يجري يوم الاثنين تدخلا جراحيا في إحدى مستشفيات بيروت بسبب قطع في الرباط الصليبي. بالسلامة يا محمد مزهر، وإن شاء الله نشوفك تعود للملاعب بسرعة. ولحساب الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث جرت يوم أمس 5 مباريات وكانت نتائجها كالآتي: التعادل إيجابي بين نادي نفط ميسان وزاخو بهدف لكل منهما. في المباراة الثانية، نادي الديواني يحقق فوزه على نادي السماوة بهدف مقابل لا شيء. وفي المباراة الثالثة التي جرت بين نادي القاسم ونادي النجف والتي انتهت بالتعادل إيجابي بهدف لكل منهما. والمباراة الرابعة التي جمعت نادي الزوراء ونادي أربيل والتي انتهت لصالح نادي الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد. وعن آخر مباريات اليوم، حيث انتهت نتيجة مباراة نادي القوة الجوية نادي الحدود بفوز الصقور بهدفين مقابل هدف واحد لنادي الحدود.